اهلا بيكم طلاب التانية ثانوي، معلش احنا وقفنا اسبوع بس عشان كان عندنا امتحانات التجربة الاولى ثانوي. نفتكر مع بعض كده الحاجات اللي احنا خدناها. الحصة الاخيرة كنا اتكلمنا على التطبيقات على الانعكاس الكلي، وطبعا كنا بنقول الانعكاس الكلي والزاوية الحرجة، وقلنا في علاقة ما بين الزاوية الحرجة اللي هي فاي سي ومعامل الانكسار. قلنا دي علاقة بتبقى علاقة عكسية، قلنا ان بتساوي 1/sin φ c اللي هي زاوية سقوط، هي زاوية حادة لزاوية الانحراف، زاوية سقوط في وسط أكبر كثافة ضوئية يقابلها زاوية انكسار في وسط أقل كثافة ضوئية قيمتها 90 درجة، وقلنا ان بتساوي 1/sin φ c. بعد كده بدأنا التطبيقات على الانعكاس الكلي. كان من أهم التطبيقات دي نفتكر مع بعض كده الألياف الضوئية، وقلنا دي اللي بتستخدمها في مجالات الطب كمناظير. أخدنا المنشور العاكس وقلنا دوت في نوعين من المنشور العاكس اللي هو زوايا 90 45 45، وقلنا ده بيغير مسار حزمة ضوئية 90 أو 180 درجة، وقلنا بنستخدمه في الأجهزة البصرية مثل البيريسكوب اللي هو منظار الغواص، وبنبص بنشوف فيه قاع البحار والشعب المرجانية وغيرها، ومنظار الميدان اللي احنا بنلبسه عشان نتخيل بيه أو نشوف بيه بوضوح سباق السيارات، المباريات، الدراجات إلى بعد كده خدنا طبعا في هنا برضو قدامي هو بيقول لك ازاي نخلي كفاءة المنشور 100%. قلنا بنبتديه بطبقة من الكريولايت، وقلنا الكريولايت هو فلوريد الألمونيوم وفلوريد المغنيسيوم عشان كل الأشعة الساقطة يحدث لها انعكاسا كليا. طيب بعد كده خدنا ظاهرة السراب، وقلنا دي ظاهرة بتحدث وقت الظهيرة في ايام شديده الحر اللي هي صيفا، وقلنا بنشوف كان في طريقنا واحنا مسافرين في الطرق الصحراويه ميه، ولكن لما بنقرب بنلاقيها ظاهره مقلوبه، ظاهر الماء ده مش موجود فهي سراب، عشان كده سمينا الظاهره سراب. برضو ابص الاقي الشجر كانه مقلوب في الطريق، ولكن لما اقرب ما الاقيش الايه المنظر ده، لان دوت بيحدث نتيجه انقسام طبقات الغلاف الجوي إلى مناطق أكبر كثافة وأقل كثافة من فترة الصباح إلى فترة الظهر. ده اللي احنا أخدناه آخر مرة، وقلنا نحل على قد ما نقدر أسئلة عشان نكسر خوفنا من الإيه من صعوبة مادة الفيزياء، وهي مش صعبة ولا حاجة، كل ما بنذاكر ونحل نلاقي الدنيا بتبقى سهلة معانا. نروح بقى لحاجة جديدة علينا، ودي انحراف الضوء في المنشور الثلاثي. طبعا المنشور الثلاثي الناس اللي حضرت الحصص معايا في المعمل وريتكم المنشور الثلاثي، وقلنا المنشور الثلاثي ده مصنوع من الزجاج، وفي نفس الوقت بيكون له ثلاثة أوجه مستطيلة وقاعدتين على هيئة مثلث. لو حطيت المنشور الثلاثي على ورقة بيضة وحددت مكان المنشور بالشكل ده، يبقى انا عندي هوت منشور سميناه اكس زد واي او واي اكس زد. المهم المنشور له ثلاثة اضلاع، بحطه على الوجه المثلث وابدأ احدد موضوعه بالقلم الرصاص والمسطرة. بجيب بطارية بسقط شعاع منها، بيسمى هذا الشعاع اللي هو AB شعاع ساقط، طبعا انتقل من الهواء الى مادة المنشور فبالتالي انكسر مقتربا من الايه من العمود. خلاص يبقى انا نقلته من الهواء اللي هو اقل كثافة الى مادة الزجاج الاكبر كثافة، فالشعاع اهو اول ما سقط اللي هو لونه احمر انكسر وعمل لي شعاع منكسر سميناه BC. طيب ما هيرجع يخرج من الزجاج الى الهواء، بس المرة دي هينكسر مبتعدا عن العمود باختلاف الكثافة، يبقى انا اصبح عندي شعاع اسمه AB ساقط. عملت عمود مقاوم اللي هو لونه اخضر ده، فهي عشان يوضح لي فين زاوية السقوط اهي هلاقيها φ1. طيب فين زاوية الانكسار؟
اهي سيتا واحد. طب ايه زاوية السقوط؟ زاوية محصورة من شعاع الساقط والعمود المقاوم. ما هي زاوية الانكسار؟ اللي هي سيتا واحد، زاوية محصورة بين الشعاع المنكسر والعمود المقاوم اللي هو لونه اخضر. فدايما يا جماعة تعريف الزاوية بيعتمد على الشعاع الساقط والعمود، على الشعاع المنكسر والعمود، دايما العمود داخل معايا في التعريف. المهم اصبح عندي على الوجه الاول المنشور زاويتين، فاي واحد وسيتا واحد. طيب الشعاع اللي هو ساقط هيقوم بدور تاني اللي هو المنكسر اللي هو بي سي، هيمثل دور شعاع ساقط للمرة التانية. يبقى ده شعاع ساقط وبعدين انكسر. الشعاع المنكسر ده هيمثل دور الشعاع الايه؟ الساقط، من المنشور الى ايه؟ الهواء. المهم الشعاع الساقط عمل لي زاوية جديدة اسمها فاي اتنين. لو عملت عمود مقام اهو، هبص الاقي زاوية السقوط التاني، زاوية محصورة بين الشعاع المنكسر اللي احنا الساقط اللي احنا كنا من شوية مسمينه منكسر والعمود المقام. خرج الشعاع اهو عمل لي شعاع خارج. طيب كون لي زاوية اسمها سيتا اتنين، زاوية محصورة بين الشعاع المنكسر او الخارج والعمود المقام اللي هي سيتا اتنين. يبقى اصبح عندي وجهين يا جماعة. الوجه الاول اللي بنسميه اكس واي ده عنده زاويتين، فاي واحد وسيتا واحد. طيب الوجه الثاني اللي هو اكس زد فيه زاويتين، فاي اتنين وسيتا اتنين. ده الوجه الاول عليه زوايا بتاخد رقم واحد، والاخر عليه زوايا بتاخد رقم اتنين، فاي اتنين وسيتا اتنين. طيب حمدت يا جماعة الشعاع اللي هو اي بي على استقامته داخل المنشور، وحمدت الشعاع الخارج على استقامته داخل المنشور. اتقابلوا مع بعض عملوا لي زاوية اسمها الفا، علامة غلط دي اسمها الفا. خلاص دي زاوية انحراف. ايه تعرفها؟ زاوية حادة محصورة بين امتداد الشعاعين الساقط اللي انا بشاور عليه والشعاع الخارج، بين امتداد الشعاعين الساقط والشعاع الخارج داخل المنشور. يبقى انا مديت الشعاعين جوه المنشور يا جماعة تلاقوا فعمل لي زاوية الفا. ده تعرف زاوية حادة محصورة بين امتداد الشعاعين الساقط والخارج داخل المنشور، لانك لو مديت الشعاع ده والشعاع ده خارج المنشور مش هيتقابلوا ابدا. خلاص. طيب احنا دلوقتي وصلنا لمعرفة مواقع الزوايا، فاي واحد سيتا واحد على الوجه الاول، سي فاي اتنين سيتا اتنين على الوجه الثاني، الفا زاوية الانحراف. طب ما هي ايه؟ ايه كابيتال؟ هي زاوية رأس المنشور. يعني واضح قدامنا اهوت على الكلام، زاوية السقوط فاي واحد، زاوية الانكسار على الوجه الأول سيتا واحد، وزاوية السقوط على الوجه الثاني فاي اتنين، وزاوية الخروج أو الانكسار الثاني سيتا اتنين، وزاوية رأس المنشور ايه؟ قلنا ايه؟ طبعا الكلام ده ليه يا جماعة؟ احنا عندنا قوانين هنبدأ نحل بيها مسائل. في استنتاجات رياضية للقوانين. يعني أول قانون بيقول لي إيه؟ إيه بتساوي سيتا واحد زائد فاي اتنين؟ والقانون التاني بيقول لي ألفا بتساوي فاي واحد، ثواني عشان تبص عليه، بس ألفا بتساوي فاي واحد زائد سيتا اتنين ناقص إيه؟ يبقى انا عندي دلوقتي قانون اهو يا جماعة بيقول لي زاوية رأس المنشور ايه بتساوي سيتا واحد زائد فاي اتنين. طيب القوانين دي بتيجي ازاي؟ ازاي احصل على القانون الاول او القانون التاني؟ اولا هو بتيجي من تطابق المثلثات، ولكن انا في النهاية عايزة اوصل للقوانين عشان عايزة احل بيها مسائل. هو دلوقتي هقولها لكم شفوي، لان في جزء كده مش شايفاه في الكتاب. طيب بص يا جماعه، انا عندي دلوقتي لو حبيت اقول زاويه A في شكل رباعي اسمه اي سي اكس بي. خلاص. طبعا احنا عندنا مجموعه، ده مستطيل، كل زاويتين متقابلتين مجموعهم بيكون 180 درجة. يبقى زاوية A زائد زاوية E، خلاص
بيساوي زاوية سيتا واحد زائد فاي اتنين زاوية بي. يبقى أنا عندي، بص كده، أنا عندي مثلث اسمه ايه؟ اي بي سي، مجموع زوايا كام؟ 180 درجة. يبقى زاوية بي زاوية سيتا واحد زائد فاي اتنين زائد زاوية اي مجموعها 180 درجة. طيب ما أنا عندي المستطيل زاوية ايه زائد زاوية اي بتساوي 180 درجة برضو. فاحنا لو عملنا كده تماثل كده عن طريق الرياضة هنوصل لان سيتا واحد زائد فاي اتنين قلنا زائد زاوية اي مجموعها 180 درجة. طب ما هي زاوية اي بتساوي زاوية ايه بالتقابل وبرضو مجموعهم 180 درجة. المهم لو عملنا اختصارات هبص الاقي زاوية A بتساوي سيتا واحد زائد فاي اتنين. بص كده موقع الزوايا A بتساوي سيتا واحد زائد فاي اتنين. طيب برضو في تطابق عن طريق الفا، القانون التاني، عايز اشوف الفا دي بتساوي ايه، فبيقول لي بتساوي فاي واحد زائد سيتا اتنين ناقص زاوية رأس المنشور. وبرضو دي عن طريق التطابق بين الايه في الشكل ده. المهم انا عايزه اوصل بس للقوانين يا جماعه. ادي القانون الاول سيتا واحد زائد فاي اتنين بتساوي ايه زاويه راس المنشور. ادي الزاويتين لو شفنا موقعهم كده هنلاقيهم جوه الايه المنشور كله. ادي ايه تساوي سيتا واحد زائد فاي اتنين. طب تعال نشوف الفا هتساوي الزاويه اللي بره اللي هي فاي واحد زائد سيتا اتنين، اطرح منها ايه. خلاص طبعا احنا في الامتحان هتبقى القوانين المفروض مكتوبه قدامنا. طيب انا عايزه اطبق بمساله قبل ما ندخل على وضع النهايه الصغرى للانحراف. شوف معاكوا كده ادي المنشور واحنا بنرسمه، التجربه العملي اللي احنا عملناها عشان نبين الشعاع الساقط والشعاع المنكسر والعمود المقام. بمعنى ان انا لو جيت حطيت المنشور زي ما قلت لكم حددته بقلم الرصاص والمسطره، هحط هنا الناحيه دي دبوسين، اروح من الناحيه الاخرى ابص احط دبوسين تانيين تقديري. خلاص طيب احدد موضع الدبوسين بالقلم الرصاص والدبوسين اللي على الوجه الاول واللي رايحين على الوجه التاني، واعمل بعد كده اعمده مقامه، اشيل المنشور وابدا اوصل كل ده بالقلم الرصاص، هبقى هحصل على الشكل اللي انا شرحته لكم قبل كده. طيب نشوف كده مسألة، ده وضع اسمه النهاية الصغرى للانحراف. طيب هو المسائل طبعا عندنا بيجيبها لنا في نهاية شرح المنشور ككل، وانا كنت حابة اخد بس الجزء الاولاني واقول عليه مسألة اللي هو ايه بتساوي سيتا واحد زائد فاي اتنين والفا بتساوي فاي واحد زائد سيتا اتنين ناقص ايه. شوف كده المسائل اللي عندنا. هو كده مدي ملخص ومش حاطط لنا مسائل في الكتاب خالص. طبعا هو كتاب المدرسة جميل في الشرح، ولكن في المسائل والحاجات دي بتبقى قليلة شوية. خلاص يبقى احنا دلوقتي يا جماعة المفروض ان احنا نبدأ نشوف المسائل، معلش من بنك المعرفة او لو معك او بتدخل على موقع مثلا بيشرح اللي هم محددينهم اللي هي البرامج التلفزيونية اللي محددة الشرح. المهم انا عايزة اوصل لمسائل على الجزء الاولاني ده يا جماعة، اللي هو قلنا زاوية A بتساوي سيتا واحد زائد فاي اتنين والفا بتساوي فاي واحد زائد سيتا اتنين ناقص A. أنا مش عايزة أدخل في درس جديد كده، في قوانين تانية جديدة علينا اللي انتوا شايفينها قدامكم دي، مش عايزة أدخلها في الشرح النهاردة. فبالتالي هنذاكر المنشور الثلاثي وهنذاكر القوانين ونبدأ نروح على أي كتاب عندنا أو بنك المعرفة ونبدأ نشوف الإيه الأسئلة المسائل بنحلها إزاي. خلاص شكرا ليكم، طلبة تانية سهلة.